يجيبوا علاج للجلد انه يعالج كذا يعالج كذا، في علاجات، هل هذا صائب او هل هذا صحيح او لا؟ وهل تستطيع هذه المروانة عندما تتحول الى علاج جلد للامراض الجلدية؟ بالحقيقة المروانة طبعا عندها بها عدة مواد نشطة، المادة الرئيسية هي يسموها دلتا 9 تي اتش سي تترا هيدرو كينابينويد. أنا الماجستير مالتي الأطروحة كان بالذات حول المروانة في وينستي تريفر سكول أوف ميديسن، وكان عنوان الأطروحة مالتي آر بولي أنساتشوريتد فاتي أسيد كنبي ميماتكس. طبعا كلمة ربما صعبة عليكم تفهموها، بس قصدي المقصود بها أنا العنوان مطروحة أتساءل هل أن الدهون الموجودة خصوصا في السمك بها بعض الصفات تشبه المروانة؟ هذا السؤال اللي انا اجبت عليه من خلال الاطروحه. المروانه بها فوائد طبيه، ولذلك ان كلمه حق يراد بها باطل. فمن الناحيه الطبيه المروانه تفيد في الابيتايت، يعني الرغبه للاكل، انه الشخص اذا ما الناس المصابين بالايد واللي يشبههم ضعف شديد من ناحيه مرضيه، اذا ياخذون مروانه يدخلون المروانه يصير عندهم رغبه للاكل ورغبه للحديث ورغبه للضحك، يعني تعرفون هذا الشيء. المروانه طبعا تعمل بالجسم، كل جسم الانسان بيم قابلات احنا نسميها بالطب ريسبتورز. القابلات يعني كيف انه مكانات مفاتيح، وشون المواد المركزه بالمروانه مثل الكي يعني المفتاح. كل انسان في جسمه قابلات للمروانه يسموها كانابينويد ريسبتورز. هو هذا مبدا حقيقه الطب الصيدلي، انه يجي الدواء او الماده كمفتاح ويجي القفل ويفتح ويحدث الحدث. فاكو فوائد موجوده فيها، ولكن المشكله على حساب الذاكره، المروانه تؤدي الى ضعف الذاكره، تخلي الشخص يعني ينسى بعدين على المدى البعيد، فيما بعد يصير في الزهايمر ديزيز. طبعا المروانه راح تدخن بها القير، يعني كانه يدخن سيجار عادي. يعني بها هذه المضار الثاني، المضار الثالث يعني تخلي الانسان ليبعك يعني ليزي. يعني انا اعرف كثير من الاصدقاء حتى علماء طبعا حتى اساتذه يدخلون مروانه. فانسان يدخل مروانه لازم يفكر انه بعد ما يروح للشغل، باكر عقب لازم ما عنده شغل. اللي يستخدمون مروانه يصيرون دروب اوت فروم سكول، يصيرون ليباك، يصيرون ما يشتغلون، يصيرون سكيب جوبز، يعني هذه كلها باطل. هذه الجانب ما يراد بها طبعا باطل. اما الصفات هذه كلها اكو، انا اللي اكتشف التي اتش سي بالمروانه اعرفه دكتور ميشيل ميكولم، اسمه ميكولم يهودي في اسرائيل، اعرفه في ذاك الوقت بالتسعينات لما اكتشف هذه الماده، يعني حتى عندي مراسلات معه. فقصدي جوابا على السؤال مالتك، اكو بعض الفوائد بس اكو مضار ايضا تصاحبها. الفوائد اللي يدعون بها بالمئات هذه كلها مبالغ بها، طبعا مبالغ بها جدا. يعطيك العافية، شكرا جزيلا.